الفقرة دي يعني هتبقى حلوة جدا للناس اللي بتحب السفر. فكرة ان انا ممكن كبني ادم اسافر 25 دولة في 26 يوم، هل ده ممكن؟ اه ده ممكن مع ضيفنا. هل انا ممكن اسافر وعمري يمكن اخر العشرينات لسه 91 دولة؟ هل ممكن اروح ايطاليا ب 300 جنيه؟ اه ممكن برضه. أيوة. خلينا نعرف دي نقطة مهمة جدا مع ضيفنا الرحالة عادل نيازي. صباح الخير، وازاي بيحصل كده؟ السفر سهل جدا، بس هي معلومات ناس كتير مش عارفه ازاي تحجز طيران. الطيران ده ليه ظروفه، وان انا احجز طياره مش في اي يوم. ابتدينا بس بالرحله ب 300 جنيه دي وحياه النبي، عشان دي نقطه مهمه جدا. بس الطيران في طيران كتير جدا، يعني في شركات كتير وفي حاجات كتير، بس ازاي احجز تيكت؟ زي ما قلت لك هي من اختلاف شركات الطيران. طب ازاي احجز تيكت؟ خلي ده اول سؤال. هي شركات طيران معينه، هي شركات طيران بتسهل حاجات زي كده، بيبقى ليها ظروف معينه. مش شرط، ممكن الطيران متقسم لحاجات كتير جدا زي شنط، ضرايب، حاجات كتير جدا. فممكن في شركات طيران بتشيل منك بعض الحاجات، فبتقلل الكوست جدا على سعر التذكره. بالاضافه ان انت مثلا مطارات بتفرض ضرائب رهيبه جدا، فممكن نغير المطار. ففي حاجات كتيره جدا ممكن. ده فكر نميس. وبتفكر فكر نميس والله. وازاي تفكر تحجز تيكت؟ يعني انا ما ينفعش مثلا النهارده الاربع ده مش يوم كويس نحجز فيه التيكت مثلا، او ان انا اسافر في الويك اند. انت ورزقك. اللاست مينت دي ممكن يا تبقى غاليه قوي يا تبقى رخيصه. حصلت معايا في رحلات كتير جدا. يعني رحله كنت في روسيا كانت الطياره ب 12000 جنيه، لاست مينت بقت ب 7000 جنيه. لاست مينت لو انا احجز واطلع المطار. ودي كانت من الرحلات المميزه جدا بالنسبه لي. دي كانت رحله مجنونه. روسيا، طلعت من روسيا على اليونان، على بريطانيا، انجلترا، ويلز، ايسلندا. خدت قد ايه يعني؟ ما انا عشان افهم برضه. بص، هي رحله ما كانش مش عامل حسابها. يعني انا روسيا دي انا كنت قاعد ملان فعايز اطلع روسيا، قاعد زهقان فاروح روسيا. ممكن. واحنا مش عارفين نروح فرع مدينه نصر. بقالنا شهر والله العظيم. هو السفر ده اسلوب حياه. السفر اسلوب حياه، وانا بحاول ان انا اوصله للشباب واوصله للناس، ان انت ممكن بدل ما ننزل نقعد في اي كافيه او نقعد في اي حاجه، لا يا جماعه، ممكن توفر بالفلوس دي كلها. زي ما حضرتك قلت 300 جنيه ممكن اسافر ايطاليا. ازاي ب 1000 جنيه ممكن اسافر لندن؟ ازاي بس؟ سؤال ما تعشمناش. بتعمل ده ازاي؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك، هي طيران. ان انا بس بفكر ازاي اغير المطار، ازاي ممكن اخلي حد ممكن يحجزني من دوله ما. وانت عموما لما بتسافر اي دوله من الدول ال 91 اللي انت زرتهم لغايه النهارده، بتبقى رايح لاغراض سياحيه بحته، ولا بيبقى مثلا بتعمل بلوجينج للاماكن اللي انت بتحضر فيها؟ ولا انا اكتر حاجه بكرهها السوشيال ميديا. بحب انبسط بسفرياتي. يعني انت محترف في حاجه جاذبه جدا وجذابه جدا على السوشيال ميديا. اخواتي هم اللي اصروا على ده. يا ابني اطلع على السوشيال ميديا، بوري الناس، اتكلم. لازم تعمل ده. بعمل ده للاسف، بس انا ما عنديش طول بال، عايز انبسط. يعني انا مش هقعد افكر ان انا بصور الفيديو علشان انزله على اليوتيوب. يا اخي ابسطنا معاك يا سيدي. ما هو ده اللي بدات اعمله مؤخرا، ونفسي اعمل ده فعلا، بس انا ما عنديش الوقت بسبب شغلي وبسبب حاجات كتير. ما عنديش الوقت ان انا اعرف اعمل مونتر ومونتاج والحاجات دي. ما عنديش. ممكن حد يمسك لك الصفحه دي سهله، بس انت يعني انت بتعمل حاجه فعلا نادره، ومش كل الناس كده، ودي ممكن تستغلها انت للترويج للسياحه في دول، وممكن تكسب كمان. خلي بالك انا نفسي في ده، وبدات اعمل ده مؤخرا، بس لقيت ناس كتير بتستغلني. الناس كلها عارفه، حاسه ان معايا كنز، معايا حاجه، معايا معلومات كتير جدا، خصوصا بتكلم لغات كتير. يعني كفايه عربي، انجليزي، اسباني، ده بطلاقه بوصل تقريبا ل 2 مليار بني ادم بعرف اتكلم معاهم. فده مش عارف اوصل له. حتى اصحابي الاجانب، انت بتعمل ده ازاي؟ وهم عايشين في اوروبا او في امريكا، بتعمل ده ازاي؟ طب انت ما عندكش شغل، ما عندكش التزامات معينه؟ عندي، انا مستشار قانوني في بنك وبشتغل. بيشوفوك في البنك ده احيانا ولا؟ انا بس الناس اصلا مش مصدقه. طب انت بتسافر ازاي؟ انت كنت حقوق يعني؟ انا كنت حقوق، انا متخرج من كليه حقوق المنصوره، انا اصلا منصوره. اوكي. و الناس بتتصدم، انت بتسافر ازاي؟ انا بسافر ويك اند. لو مثلا ال 91 دوله لا مش كلهم طبعا ويك اند. عندي اجازاتي السنويه طبعا. بس انا ملان، زهقان، عايز اسافر. فبدخل ادور على اي تيكت اي بلد، وغالبا بتبقى دول قريبه، مثلا زي اليونان، الاردن، لبنان. يعني مثلا انا من رحلاتي المميزه جدا ازاي يوم الجمعه مثلا افطر في مصر الصبح، واروح اتغدى في الاردن، واتعشى في اليونان، وارجع انام في مصر. ما تضغطش علينا اكتر من كده. ابوس ايدك يا ده، احنا بنسمعها في الافلام دي. لو يعني لما واحد عايز يدلع مراته، لا انا هعشيك النهارده مثلا في لبنان. انا هاخدها بقى هعشيها بقى بره. عايزين بقى لو امي تعالي نروح نفطر مثلا، في نتغدى او نتعشى في اليونان سمك جمبري ونرجع مثلا. ايه ده؟ احنا كنا
بنقول اسكندريه دي ايه يعني كان اليونان اقرب من اسكندريه. ده كان راجل استثنائي. انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه. اليونان اقرب من اسكندريه. بس حاجه شيقه جدا اللي انت بتعملها دي، يعني بتشوف العالم كله بناسه بتفاصيله بثقافته بحضاراته. ايه اكتر رحلات اللي فعلا ما تتنسيش كانت مليانه تفاصيل وملابسات غير متكرره؟ انا بحب الطبيعه، بحب السفر، بحب اتعرف على الناس. انا واحد بحب اتكلم مع اي حد في الشارع. تعالى انت مالك، زي اللي مزعلك، تعالى سفرك. فالناس كلها بحب اتكلم مع كل الناس. رحلاتي المجنونه سافرت، هي كان 26 دوله في 25 يوم. واو. دي كانت نفسي ادخل موسوعه جينيس، وكنت عاملها كده. سافرت من اقصى شمال اوروبا لاقصى جنوب اوروبا. فما كنتش عامل حسابها ولا عارف هعملها ولا لا، وقد كان والله عملتها. كان نفسي لقيت عملت فعلا، قدمت على موسوعه جينيس ورفضوا للاسف طلبي، لان في واحد سافر 28 دوله في 3 ايام، واحد سافر إيه ثانيه واحده مطار لمطار ازاي؟ ده لو كل دوله هيقعد فيها ثلث ساعه. هو مش شرط يقعد، هو انت ممكن تعدي اتعمل تشيك ان بس ايا كان. انت سافرت، انت لو نازل ترانزيت في بلد انت فعليا انت وصلت البلد. اوكي، لو انت هتحسبها بالطريقه دي انت فعليا وصلت البلد. بس هو عمل ده وخد دخل موسوعه جينيس. واحد سافر 14 دوله في يوم. 14 دوله في يوم. في يوم، في يوم واحد. سهل، سهل، كل ده سهل ويتعمل. بس انت تعرف التارجت بتاعك. لا مش سهل يا برنس، مش للدرجه دي. سهل والله. انا نفسي الناس تفهم ان الموضوع سهل. السفر ده اسلوب حياه. السفر علمني لغات، عندي علاقات في كل حته في العالم. أكيد. بتكلم تقريبا تعلم 7 لغات كل حته، فبوصل للناس. برافو عليك. نفسي اوصل صوتي ده للناس، يا جماعه انتوا ممكن تعملوا ده. انت بتعمل ده بالفعل، احنا على الهوا اهو. تحب تقول للناس دي، الناس اللي عندها نفس الهوايه وعندها نفس الشغف ولكن ما يعرفوش التفاصيل الاقتصاديه، يعني أنا عايز اللي انت ممكن توفرها، فبالتالي تسافر دول كتير. بالظبط. هو ازاي انت بس تصبر على حاجه. انا كنت بحلم اشوف المطار، يعني انا اجي بس انا من المنصوره، من بلد جنب المنصوره كمان. فان انا اجي واشوف مطار القاهره ده كان حلم. فدايما كنت اسافر مع بابا داخليا، بس وصلت لمرحله لا انا لازم احقق حلم. فالناس كتير قعدت تحاربني، يا ابني وفر فلوسك، يا ابني فلوسك، يا ابني اتجوز، يا ابني مش هتجوز، انا عندي حلم وهنبسط. وحتى لو هتجوز انا اسمي انا باك باكر. يعني انت ما اتكعبلتش في الرحلات اللي فاتت دي في اي عروسه محتمله؟ لا مش لاقي اللي زي بس. أوكي. يعني انا عايز واحده اللي هو قومي يلا تعالي نسافر نروح نتعشى ونرجع. لا النموذج ده موجوده، دي موجوده جدا بالذات في اوروبا، هتلاقي النموذج ده كتير. قابلت كتير في مصر والله. يعني يعني بالعكس. لا هو موجود بس لسه ما جاش النصيب. بس انا عايز ده يوصل للناس. يا جماعه اصبروا، الصبر ده اهم حاجه، لان دي كلمه امي الله يرحمها. انا دايما بقعد لا امتى 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 امتى، واصبر هتحقق حلمك. ففعلا جه اليوم اللي انا اصلا ما كنتش بعد انا بسافر كام دوله، بروح فين. ففجاه لقيت نفسي انا بسافر كتير قوي، بس انا معايا باسبورات. طبعا اكيد باسبور. اكيد هو اصلا انا بشوف الباسبور بيفتح نفسي. السفارات بقت عارفاك اكيد بقى خلاص كل حاجه. انا ما بدخل اصلا الباسبوري ما فيش. انا في دول مثلا دوله زي لبنان انا ممكن دايما لازم بسافر ب 2000 دولار يكون معايا 2000 دولار عشان ادخل لبنان. انا عمري ما سافرت بيه. بدخل انا يا جماعه جاي اقضي يومين في لبنان، انبسط في بيروت وماشي. عايز ال 2000 دولار مش بيدققوا قوي يعني، الكريدت كارد هسحبه بس لما ادخل يلا بفتح الباسبور. بس كميه اختام مش طبيعيه. الباسبوري بغيره كل سنتين ثلاثه تقريبا. اكيد كتر. بص احنا هنختم معاك بفكره هنا شكل عملي بقى، تقول لنا دلوقتي لو حد فينا عايز يسافر ايه يعني الستبس اللي يعملها. بس قبل ما نروح لده لاخر الحلقه خليني اروح معاك بقى فكره الرياضه. يعني انت لفيت العالم تقريبا او يعني في المشوار، في نفس الوقت عديت على رياضات مختلفه ودول مختلفه، كل دوله يمكن تختلف عن الثانيه في ان هي عندها رياضه معينه يعني بيك عندهم يعني، او هي بتمتاز فيها بان هي متقدمه جدا. فكلمنا عن الشق ده. انا بالنسبه لي بلدي المفضله هي اسبانيا. اسبانيا بعشق حاجه اسمها اسبانيا. ممكن انام في شوارع مدريد هبقى مبسوط. وانا اصلا عندي عضويه في ريال مدريد كمان، فانا بحب ان انا دايما بحجز تيكت ماتشات ريال مدريد. ماتشات ريال مدريد وبرشلونه دايما بروح احضرها. فدي بالنسبه لي ده حلم بالنسبه لي، ده كان حلم وانا صغير. كره القدم بالنسبه لي احلى حاجه بشوفها، دايما بسافر انجلترا ايطاليا اشوف ماتشات كره قدم. انا اهلاوي كمان. فدي انت اهلاوي ومدريدي؟ اهلاوي ومدريدي ما تنفعش، بس انا اهلاوي. لا يعني انا كده برضو زي الفل. في ورحت على فكره الاستاد بتاع ريال مدريد، هناك في ريستورانت محطوط بيبص على الاستاد. اه هو البي اي بي دي بيبقى بتتغدى او بتتعشى وات ايفر يا كريم، وشايف الاستاد كله حلو جدا هناك. حلو ده. دي من الحاجات دي كانت مره رحت حضرت ماتش ريال مدريد وبرشلونه في البي اي بي دي. البي اي بي دي من اماكن مميزه، بتقعد في سيرفيس جامده حواليك بتشوف الماتش. بس يعني دي متعه ثانيه. ايه البلد اللي لسه ما زرتهاش ونفسك فعلا تزورها؟ انا نفسي اروح القطب الجنوبي، دي من اقصى ده تبقى القاره رقم 6. ساقعه
بس دي حلمي، القطب الجنوبي هيبقى القاره رقم 6 واستراليا. بص خلاص خلاص الدول العاديه فعلا، اسبانيا وايطاليا والبانيا. سافرت اوروبا كلها ما عدا دوله واحده، سافرت امريكا الشماليه كلها تقريبا ما عدا كندا، سافرت دول في امريكا الجنوبيه، وسافرت افريقيا وجزء من اسيا يعني. انا لسه بس تقريبا افريقيا كلها. رحله لامريكا الجنوبيه بقى ايه، تاخد كولومبيا، بيونس ايرس، مكسيكو. هبدا فعلا. طيب تعالي معايا. بس انا بيقولوا لي دي عشان تطلعيها، انا بجد اصحابي يقولوا لي دي لازم تحوشي بقى مبلغ يعني. هي لو معاك حاجه رخيصه قول لي ازاي. هيظبطها لك ب 400 جنيه اسمعي بقى مني، هو عنده التفاصيل. انسي بقى اللي بيتقال لك قبل فيها. فعلا هي فعلا هي اهو هي النقطه في الطيران، هي اغلى حاجه في الطياره فعلا. بس الطياره ممكن تجيبيها انت، ما هي الدول كتير، بس ازاي توصلي اقول لك بعد الحلقه. طيب بس فعلا دي انا ناويها فعلا. انت ما تقولولهاش، انت تاخدنا معاك على طول.